مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة، إن شاء الله تكونوا بخير. اتمنى الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس. شكرا كثير لكم. يلا بينا. بيض عدد 5. بنخفقهم شوية قليل. بنضيف البهارات والطحين. دقيق عدد 2 معلقة كبيرة، معلقة طعام. كمون نص معلقة صغيرة. بيكنج باودر معلقة صغيرة. ملح نص معلقة صغيرة. بنضيف فلفل أسمر نص معلقة صغيرة ومعلقة كبيرة معلقة طعام توم. نحرك جيد حتى تنسجم المكونات مع بعض، ما يكون في تكتلات. فلفل أخضر نصف كوب، طبعا اختيار، ممكن احنا نبدله بفلفل حلو. بصل نص كوب. بقدونس نص كوب، ممكن نقلل ممكن نكتر. طبعا الخضار فيك تلعب فيها مثل ما بدكم. قرنبيط 1 كوب، فيكو تقللوا فيكو تكتروا خضار مثل ما بدكم. فيكو تحذفوا الفلفل الحار وتحطوا توضعوا فلفل بابريكا او تشيلوه خالص، اختيار يعني. حرارة الزيت تكون متوسطة، ما يكون الزيت الحرارة عالية عليه عشان ما ينحرق، عشان يستوي براحته. تقريبا أخذ 4 دقائق أخذ معي عشان يستوي. كتير كتير أكلة طيبة ولذيذة، أغلبها كلها خضار. ممكن تشوه شوي بالفرن إذا حابين كمان. وهذا كل شيء. صحة وألف عافية، وانتظرونا بوصفات جديدة. كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم. أتمنى الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس. شكرا كتير لكم، مع السلامة.